أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادة ورك الدورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنما أحد أخوضب حساسي أي نوصة صعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسي قدومي هرئي دقمد ودجر فرماجه هكا قورو في الصوماليا هدي وديدان حوق أيا لوغو سارة يا هنجباد علوس أيوسو جيدي أحمد داعي قدومي هرئي مامولك دقمد ودجر أحمد حسين عدو أحمد داعي سيدو كرانا كميد أهام الشرحين تي أخاك السراء السند كان اللي ترتمي موسى سودي يلحوب بلسلق قولي استي أياك هدلي حيسة دكا تاغن مقالة المقدشو أحمد داعي ورئيس السيئي راديو كلمية أيا شاعك قاضي خلاف كل حيية مدح وينها مدحليت كيسة دماضي محمد عبد الله فرماجي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وصامين كوية شي حالة دقود إدالك غار أهان در درقلين تارما دورشوينك سياسي عانك أي أحمد داعي أو هذا الكيساسي وطا أي حسي هدي أي سيداني كوسي سعوتو حالة دا إن أو كدلان كرو غعانك هذا الأين تهي إن لغهور تغو سيدوك لقدومي هور إدقمد ودجر أي أغو باقي بيش عالمك إن فرماجو أي كسارتو في الصوماليا أي ندجي سوحالاني سيلو قبوجي حيسة دالك كتاغن بيش عالمك إيا الدولة ده الدنيا الصوماليا وحان ليهي مدحتو إيدا مدح وينها كساران أو هدجيان حالاني سيدا أي حد حالة دا كسي سعوتو هدي أي كسي سعوتو لباتو أي أدن عيسى أو غعنك هدل أي إيمان كرتا أيو يري أحمد داعي وقدم بنتي وحوق باقي رئيس الوزراء صوماليا مدن محمد حسين روبلي إنه قوان عد قاتو إسلام مركاسنا وكشقيو لما يستيرك دور شوينكا هذلك أحمد داعي أياكو سؤادية إيادو هاتان أي حكاد قلين وضا هذا الذي ودحيي لبدا دينا إيكا سعودي حارون تفيلا صوماليا مقالة المقدشو سيكا استوى قلافكو ودحيي مدح وينا مدحليت كي سدام ماضي إيا رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أيا سامين كويشي حالة دالكا اي دورو شوينكا امنكا اي سعودان سيكا استباها اهاتي احمد داعي ايا يري مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو في الصوماليا حوق هلوغو سوسارو دينا عاكلا ورركي يوغو دنبيي خلافك قود لاوي ايا الدبقيد او كسيد داريا ورركا نقسو قاري جوهر اياكو ورميا اينو كسيد داري خلافك سوكا لدحقالي مدحوينا هير شبيلي ايكو حيقين كيسا كاس او كدشي كراس كميد دورشادة أخل كسر إمام الكاسي مرنكا أوها تان عبك اسكو سيشرير يا أيا كدا شاي لبدا كرسي إيه كهرسان دورشادة أخل كسر تاس أو أي اسكو قبتين علي قود لابي يوسف دبقيت ورقا يا انتاسي كسي در يا إن اسفهموا أو كودا ماذاي كولان أي شين لبدا مسول كاس أو لغا هد لي حالين تقلافك دحدو داهي إلا وريدي لو كلسو يهي أيا ورباهين تاو شاقي إن علي قود لابي إياد دبقيد آي كلاواتان لابا مشرح أو أولا ترتم يا كورسيقا بيلوين تحواد لوحونا ميد كستا ودونا يا إنو سو سارتو مشرحيسا تاس أوردالي سي خلاف كهاتان هاري يي دورش داخل كسره إي حكات كجشي السبب اللي حريرا حيسا دسو كرورتي سيدو كلاوحا لغو سو ورم يا إني حالين تقلاف كوب بحين قدوميا بار لبان كهير شبه اللي يكوحيقي نديسا أو وان وان كدح بلاوي لبا داسي مسول خلاف كان أيا وحا وصيد داري كدب مركي أي مشرحين تقار عباشو ككينين هب ما ملك اللو وجه أي كرسيقا أي دمعسيهين إن أي أترتمان دورشاد هير شبيل اياسي حبسامي لكو بلاماتي ايادو اوسي فران لوغو ترتمي لح كورسي اي دورشاد لوغو قبتي مغارد جوهر اي قبالك شبيل ده نحي سيكستباها اهاتي خلافكو نحي يدبقيد يقود لاوي ايا ايمنك وحاو غاري ماشي يقو حميد وحين اسكو هايستان ميد والبننك او وطو ان او مشرح كدكتو اما كورسيقا بيل وين تحواد لوكو صوبحو علي قود لاوي ايا خلاف حوغنك لنحي يا بيل وين تحواد لي إلا ايمنك لما علي مسارين ما نتاقي كرو مغارد برد ويني fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxda filo Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo fahad yasin oo daacwad xoogan laga gudbiyay isla markaasina daacwadii ay aqbashay maxkamadda adduunka ee cadaaladda ICC urur ay ku mideysan yihiin qareenada Soomaaliyeed ee qurba joogta ah ee fadhigooda yahay magaalada Melbourne ee dalkaasi Australia ayaa haatan daacwad ka dhan ah dawladda Soomaaliya u gudbiyay maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ee ICC taas oo ku taala magaalada Hague ee waddankaasi Netherlands gudoomiyaha ururkan garyaqaan Yusuf Cabdi Faarax isla markaasina la hadlay VOA ayaa shaaca ka qaaday in ay Hague u gudbiyeen ilaa 4 kiis oo ka dhan ah dawladda Soomaaliya kuwaasi oo kala ah kiis ka jiraan tahliil dadkii lagu dilay baydhabo xilligii doorashada ee lafta gareen cunaqabateyntii la saaray Kismaayo waxa uu yiri kiiskan uu gudbinay maxkamadda dambiyada ee caalamiga ah ayaa kala ah 4 kiis oo kala ah kiis ka jiraan tahliil xasuuqi ka dhacay baydhabo cunaqabateyntii Kismaayo lagu soo rogay oo dhibaato fara badan ay ka soo gaartay shacabka Jubbaland iyo dhalinyaradii Soomaaliyeed ee loo qaaday waddanka Eritrea ayuu yiri garyaqaan Yusuf Cabdi Faarax sidoo kale wuxuu tilmaamay inay maxkamadda ka aqbashay dacwadda ay ka gudbiyeen
دولد فدرالك الصومالية او هقامي مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو اسلام مركاسين الدنبية دا اي ودقلين اسيق فاد ياسين اسلام مركاسين اي جواب كهلين سلا او هذا القولي يوسف عبدي او هقان او هقارينا دا دعوة دا قدبية ايا انتاسي كدري إن لغو دقال يو كيساس كاني آي كوحيران تهي فرصاد دا محكمة دا عالميقاه إدن بيرا إسلام مركاسينا آي إيادا كوار روريان ما داما آي غعان تاكو هايان كيس كاسي مرنا هدي لاقبالي واقول أيو يري سيكستاوا صوماليا آي حوبين كأهين محكمة دا دن بيرا عالميقاه آي سي سي وحانا أهرين تاني آي كسو آدي ساحي اللي حساسي آي ودالك كجيرو حيساد حوغان أو قلافو دحي مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو مر هذه الدعوة داسي لا أخبالي شعب بضان أيا سودوية وانا قير أيا ليري فرماج يفاد ياسين مر هذه أي جغة كدقان وحاسو ويسا إن محكمة داسي أدون كاللوغي ييرو سيدا لأوغي أي محكمة دا أي سي سي أيا صدون سانا كهر دادن بيد دقالك جيستا يوروب تقاجرا أيا مر دويت كو حكومين حبسيو آدو فربضان فرماج يفاد ياسين وحاسو ويا حبسي دير دينا عكلا وزير كامنiga مامولك قلمودك أحمد معلم فقي أوسيدو كلمودانا كاتيرسان قولها شعبك أيا شيغي إن عدة إلا أي حد أي وضا هذا اللذا فرماج يروبلة كدقاق إلا إيهين أي تهي مدحوينها مدحليد كيسدا ماذا محمد عبد الله فرماجو وحاو شيغي إن رئيس الوزاري محمد حسين روبلة أو أقلا ذي حالكي أي كولات تغين قدقي وضاي وانوان تها سييشي أو تاس بدل كيدا أو كقوسة أديغي محمد عبد الله فرماجو وزير فقه ايا كولد تليي روبلي ان مركله ان وقت لغو سيلو من وضا هذا لداسي او حال لوغا غاريي خلافك فرماجي روبلي او كو قطو ما عيرين تي فهد ياسين مغا عابستي بشير قوب ايا كيسكي كان تهليل سيدو كلا وحا او كو بوري ريز الوزارها ان او دردر قليو حولها هوريالا او اي وغو ريسو لما يستيرك الدور شو ينكا او قاركود اي كبلاو دين مامول قوبالي ده دل كيس لمركاسين اقل كسر قبا قبا او مريو سيكستبا سيدا ان حوكتو كو هلنيو ريز الوزارها ايا او قلادي ان لمغا عابو تليع صوب او نسا اح او ان اهين بشير قوب ايا ياسين فري بلسي وحو دل بدي انو نغضو قف ليا قان oo magac iyo sumcad ku dhexleh umada Soomaaliyeed hase ahaatee farmaajo ayaa waxa uu doonayaa in kiiskaasi qof uu baabiyo oo magacaabo dhinaca kala diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ee gobolada Waqooyi ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo isla markaasina loo gudbo dhanka iyo tababarada ergooyinka soo dooranaya xilbanaanada aqalka sare diiwaangelinta ayaa bilaabatay maalintii Khamiista ahayd waxaana gudiga ay sheegeen in ay dardargelin doonaan hanaanka doorashada aqalka sare jadwalka ayaa waxa ku qoran in ay doorashada bilaaban doonto 28ka bishan oo ku beegan maalinta talaadada ah ee soo socota waxayna doorashada ku egtahay 30ka bisha September doorashadan ayaa waxa si wada jir ah u maamulaya gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar fadlan taleefoonka shaashada kaaga muuqdo ku soo dir ra'yigaaga ku aadan khilaaf ku dhaxeeya madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee madaxa adag iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble isla markaasina dawladda federaalka Soomaaliya qarka u saaran tahay in ay gabi ahaanba burburto fadlan magacaaga halka aad joogto 3 daqiiqo ku soo koob ra'yigaaga kadibna waa soo deyn doonaa hadii uu Alle idmo waa mahadsantihiin team calan sida media fadlan nala joog dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka